سلم الآن السيد عمر ليسلط الضوء على المهرجان الرابع اللي يقدم أيسد. شكرا سي مجال. تحية ومرحبا للإخوة الصحفيين والإعلاميين اللي الجمعية غادي تبقى مدينة الدعم ديالكم والحضور ديالكم كيأكد الأهمية ديال الشرطة الرابعة كما كتسمى في إنجاح أي تظاهرات. إذا بلا بكم ما غنسوا حتى حاجة غنقولها للدريجة. إذا المرحلة الأخرى شكرا على تحمل يعني التنقل لهذا المكان الفسيح وفي هذا التوقيت. إذا هذا يعني مألوف ومعروف في رجال الصحافة كنشكرهم وكنجد لهم الشكر باسم الجمعية وباسم السكان إتساد القاطبة. إذا كيف ما شار سي بوهلال حنا في الدورة الرابعة لمهرجان إردن إتسادن. إردن الحبوب، علاش الحبوب؟ لأنه هو المنتوج الفلاحي رقم واحد في المنطقة. إذا حنا أبناء الفلاحة، هذا هو النشاط الفلاحي اللي كيمارسوه الآباء والأجداد ديالنا في منطقة إتسادن. وقلنا يعني التيمة اللي غادي يدور حولها المهرجان هو النشاط الاقتصادي، لأن حنا كجمعية اختارينا أننا نديرو المهرجان ولكن كوسيلة وليس كغاية، كوسيلة لإعطاء صورة جديدة على العالم القاري، كوسيلة لتثمين المنتوج أو النشاط الاقتصادي الفلاحي اللي في المنطقة، لتثمين الموروث الثقافي للمنطقة اللي هو جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي للمغاربة قاطبة. إذن هذا علاش هذا المحور أو التسمية ديال المهرجان كتكون في انسجام تام مع الأهداف اللي سطرناها كجمعية في هذا المهرجان. الدورة الرابعة ستنظم إن شاء الله بحول الله من 15 إلى 17 غشت 2014. اتخذناها كشعار التربية والفلاحة دعامة من أجل تنمية دامجة، لأن التربية كيفما كتعرفوا جميع كاين مشكل في العالم القروي ديال الحفظ المدرسي وديال التمدرس. وقلنا المهرجان مجال للفرجة والترفيه ولكن أيضا مجال للتحسيس بالأهمية ديال السهر على التعلم ديال الأبناء ديالنا. والفلاحة كيف ما شرت قبل قليل هو النشاط الفلاحي للأهل والآباء والمنطقة ككل. تنمية دامجة هي تنمية تأخذ بها الاعتبار كل المكونات ديال المجتمع، وهذا الأخذ يعني وهذا التنزيل ديال هذا المكون الدامج للتنمية اللي كتدخلها يعني في البرنامج من خلال أنشطة موجهة للطفل، أنشطة خاصة بالطالب الباحث وبالمثقف في المنطقة، أنشطة ديال التحسيس وديال التكوين خاصة بالفلاح من خلال مجموعة من الورشات التحسيسية والتكوينية اللي كنديروها مع الفرقاء ديالنا المؤسساتيين والخواص في المجال الفلاحي طيلة أيام المهرجان. وفي كل ورشة كتستقطب أكثر من 150 فلاح في مواضيع مختلفة. وبالنسبة لهذا السنة الجديد في المجال الفلاحي هو بغينا نعمقوا الهدف، برمجنا طاولة مستديرة حول فرص الاستثمار المتاحة في إتسادن في المجال الفلاحي، واستدعينا خيرة من الخبراء في المجال من المديرية الجهوية للفلاحة وكالة الحوض المائي لسابو لندياش ليكول ناسيونال داغريكولتور ديال مكناس لينا لينغا من الرباط. اذا مجموعه ديال الخبراء قلنا الورشات ديال التكوين والتحسيس مهمه ولكن ايضا توجهات استراتيجيه يعني تصويب وتوجيه القرارات يعني في المجال الفلاحي والمواكبه ديال البرنامج الطموح والمشروع الطموح ديال المغرب الاخضر. لابد من طاوله مستديره كتجمع المتدخلين والخبراء باش يعطونا توصيات اللي حنا كجمعيه
غادي نعملوا على التنزيل ديالها والمصاحبه ديال الاخوان المتدخلين سواء كانوا منتخبين او جمعيات اخرى اللي تساهم مع الجمعيه ديالنا باش ناخذوا ككتاب ابيض يعني من اجل النهوض بالفلاحه في المنطقه. اذا لن اطيل على الاخوه الصحفيين باش نقول بان البرنامج ديالنا هو برنامج غني من خلال البرمجه ديال مجموعه الانشطه الرياضيه، المحاضرات والندوات اللي تكلمنا عليها اللي كتهم المجال الفلاحي، ولكن ايضا حتى الثقافه واللغه الامازيغيتين وسبل تطوير الاداء والتدريس ديال هذه اللغه اللي هي جزء من الهويه المغربيه. ثم كاين سهرات فنيه متنوعه يعني اللي كتاكد الغنى ديال الريبرتوار الامازيغي والتنوع ديالو من خلال استضافه مجموعه من الفرق الفنيه من مناطق سوس والاطلس المتوسط والريف. اذا احنا بغينا نكونوا يعني المهرجان ديالنا يشكل قيمه مضافه لاقليم صفرو ولجهه فاس بولمان. ما جيناش للتكرار، جينا لتعزيز النسيج ديال المهرجانات اللي كيعرفوا الاقليم. وكسنه تاخذها المهرجان فيها هدف بيداغوجي هو تتويج وتكريم والتفاته لشخصيه من الشخصيات ديال ابناء المنطقه اللي داروا مسار ناجح. الدوره السابقه كانت تكريم ديال الفنانه التشكيليه تعيش في فرنسا وتعرض في كل عواصم العالم وبقات مرتبطه بالجذور ولو عبر الكتابات عبر الرسوم ديالها. وكانت عندنا الشرف الجمعيه ان نقبنا على هذا الاسم وعلى هذا درجه الارتباط. اذا قد نقول فرنسيه ملي كنشوفوها ولكن بقات مرتبطه بالجذر وتفتخر باصولها السلبيه. وكان يعني التكريم ديالها في السنه الماضيه هي الاستاذه الفنانه التشكيليه فاطمه اعقه اللي عرضت في اليونسكو وفي جل دول العالم ومرتبطه بالجذور وكانت مفاجاه لها وكان بالنسبه لنا واحد الدعم معنوي كثير لان الهدف البيداغوجي اللي هضرنا عليه حنا هو ان هاد ابناء المنطقه بغينا نقولوا للجيل الجديد اللي خصو يهز المشعل يعرف بان هناك يعني على الاقل يعني تنظيمات ديال المجتمع المدني قادره انها تقول لقد احسنت، نحن مدينين لك بهذا الانجاز، خذوا العبره خذوا المثال ويكون هذا هو القدوه. هذه السنه اخترنا الاستاذ محمد شفيق، اظن هو استاذ غني عن التعريف ولكن ولا بد في الملف الصحفي اللي اعطيناكم كاينه نبذه عن المؤلفات والكتب اللي الفها السي محمد شفيق وكاينه نبذه على الحياه ديالو. وللاشاره فقط يعني وباختصار شديد ان هذا الابن البار اللي تسدم شق الطريق ديالو انطلاقا من مدرسه ابتدائيه في بيرتنطن اللي غادي يكون فيها المهرجان هذه السنه ليكون استاذ في المعهد المولوي وينال شرف تدريس صاحب الجلاله يعني ملي كان في الدراسه ديالو. موظف كبير في الاكاديميه المغربيه، اول عميد للمعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، وقلنا ولا بد من التفاته واللي كنقولوا عليها كتبقى رمزيه ولكن مهمه في الحياه ديال الشخص ليه، ولكن مهمه لنا كجيل صاعد اننا نعرفوا بان هناك ابناء برره اللي اجتهدوا وكدوا وبغينا ان الاخوان واولادنا وخوتنا واحبابنا اللي في اي تسدم ياخذوا امثله من يعني اشخاص اللي عاشوا نفس الظروف اللي كيتقسموا العالم القروي. لن نخفي انه كاين مشاكل، كاين اكراهات، كاين صعوبه في التدرس، كاين الفتاه اللي ما كتهضرش، ولكن في ظل هذا الظروف كلهم وهاد الاكراهات كلهم هناك اشخاص تحملوا الصعاب وتحداوا هذا الشيء وداروا مسارات اللي هي ناجحه وغيرهم يعني يكونوا قدوه لابناء المنطقه. سنبقى هنا الاشاره للتساؤلات ديالكم والاسئله ديالكم. غادي نجددوا الشكر للبالي ميدينا
اللي ساهم معنا وهدى لنا هذا الفضاء، لان حنا كنامنوا لان الندوه الصحفيه كان المفروض نديروها يعني في عين المكان، ولكن رافه بالاخوه الصحفيين، وحنا كنعرفوا بان يعني المسار طويل. نبداو حنا كجمعيه نتنقلوا عندكم على اساس نقنعوا الاخوه الصحفيين انه يمكن لنا نتنقلوا لعين المكان ونشوفهم في الظروف اللي عطى الله في عين المكان ان شاء الله بحول الله. وغادي نستهزر الفرصه باش نرحب بكم من اجل تغطيه الفعاليات ديال هذا المهرجان. مرحبا بكم على قد جهدنا، غادي نديركم في عينينا لان الامكانيات اللي عندنا غادي نديروها هنا الاشاره ديالكم، ولكن هذا راه العالم القروي، راه كاينه مجموعه ديال الاكراهات وماشي باش نخلعكم، ولكن باش نقول لكم مرحبا بكم. راه ما غاديش تندموا، 35 كيلومتر على فاس يعني سافو لوكو كيما كيقولوا الفرنسيين. شكرا جزيلا، وحنا راه الاشاره ديال الاسئله ديالكم والتساؤلات ديالكم. شكرا شكرا لك شكرا وعطى كل التفاصيل والدقائق على هذا المهرجان اللي كبر بهذا الحال. اعتقد ان البدايه ديال الدوره هذا مجهول، ولا شك ان نجحوا هو بحضور زملاء صحفيين، وهذه حاجه مهمه جدا لم تكن في الدورات السابقه على ما اعتقد، خاصه بالنسبه للصحافه المكتوبه. شكرا السي عمار رئيس الجمعيه والسيد الامين. عندي واحد المقترح، اذا كان بامكان الشركاء ديالكم اختصوا مثلا بولايه فاس انهم يوفروا من وسيله النقل لاخوان الصحفيين. انا غادي نطلب من الاخوه الصحفيين اللي غادي يبغيو يغطيو معنا المهرجان يعطيونا الاسم اللائحه، حنا غادي نوضعوا رهنا الاشاره السياره اللي تنقل، وغادي نتكلفوا بكم تما والسياره اللي غتردكم حتى ان شاء الله. الله يكمل هذا اضعاف الايمان اللي غنقدروا نديروا، ونراهن على الدور ديالكم ان شاء الله باش نقدروا حتى حنا هذا المجهود ياخذ الحجم ديالو الحقيقي، لان بلا بكم ما عمره ما ياخذ ان شاء الله. شكرا شكرا.